تقرا خبر لانه في خبر بس كمان حنتاكد منه بشكل حصري انه التعاون يطلب مدرب فريق الجبلين لتدريبه في المباراه الاخيره، مباراه واحده اللي هي مباراه الدوري الاخيره، طالبين مدرب الجبلين. بتاكد انا من هالمعلومه بشكل ادق ونأكدها إن شاء الله. فبالنسبة لي الخبر استعانة اليوم التعاون بمدرب فريق الجبلين لتدريبه في المباراة الأخيرة من الدوري، تأكدنا بطريقتنا صحيح. رئيس المدرب فريق الجبلين حيكون هو المشرف الفني على فريق التعاون في الجولة الأخيرة لفريق التعاون اللي حيلعبها أمام الفيحة. واضح نواف، الفيحة حيلعب التعاون قدام الفيحة. طيب هذا الخبر اللي احنا بس قلنا نرجع ناكد